كل واحد فينا يمتلك أدوات السعادة في كل لحظة من لحظات حياته، بس الإنسان لابد أن يتحقق من هذا. ربنا عظيم وكريم، إدى الإنسان، منحه العقل نافذة يطل بها على الكون، منحه البيان عشان يعبر عن اللي تعبه ويتذوق الجماليات ويركب فيه الرغبة والشهوة وعشان يستشعر باحتياجه للآخر. كل ده ليه؟ عشان يعبر عن سعادته بالكلمة، بالصوت، بالحركة. ربنا سبحانه وتعالى ادى للإنسان القدرة على التعويض بعقله، مع انه ادها للمخلوقات الاخرى فطرة، ودي نعمة كبيرة قوي. يعني مثلا الواحد نعم فضل. لا تحصى، نعم لا تحصى، وكل هذه النعم لابد ان تكون يعني شوفيها بس على طلي عليها، نعم تكون هي السعادة. وهي السعادة.